الصرصار اللي انت مركبه لي ده. طب كنت هات لي عربيه باربع بيبان زي البني ادمين. ليه؟ هو احنا زي البني ادمين؟ على رايك. تريائي تريائي، عمرك انت ما هتوصلي لدماغي. انا قصدي يعني طالما في قرشين حشهم للزمن. اعتبريني انا الزمن. ماشي يا عم الزمن. ايه ده، كويس انك لقيتها. طب ده انا كنت دايخه عليها. حاسبه يا مجنونه، دي تفويله العربيه شهر. هو ده بس البنزين؟ مش قلت لك عمرك ما هتوصلي لدماغي؟ عبقري يا عطا. لو قلت لك كمان هنفكر نسترزق من وراها. قولي لي ازاي؟ ازاي؟ معرفش. انت عبيط يلا. قصدي يعني بفكر كده انزلها الملاهي بالليل، نرفع الاريا للي هنا ده ونخليها تاخد دور وسط العربيات الكهرباء. فكره برضو. طب ودي نركنها عادي كده في الحارة؟ هركنها هنا مكان ما جبتها. والسايس جوه؟ جوه. برافو عليك يا عطعوتي، عبقري. اتفضل. نهار اسود، دي باينها لجنه يا عطا. يا لهوي. الرخص لو سمحت. الرخص لو سمحت. رخصك انت يا مدهول. رخصك انت يا مدهول. نعم يا حبيبي. لا مؤاخذه يا باشا، اصل دي مش عربيه، دي اللعبه بتاع الواد ابني وانا طالع اجربها له. ده ماشيه بالريموت يا باشا. يا ابني هات الرخص ما تتعبنيش. ومن الاخر يا باشا كده دي ملهاش رخص، دي انا جايبها بالريسيت ده. لو سيادتك حابب ترجعها يا ريت قبل 14 يوم. ده انت بتستهبل بقى، خليها على جنب. يا لهوي، ما لحقناش نتهنى بالعربيه يا عطا. عيب عليك، انت متجوزه فاست اند فيوريوس. يا لهوي.